في ظل أزمة الغاز العالمية بعد وقف روسيا تزويد الدول الأوروبية باحتياجاتها عبر نورد ستريم 1 أكبر خط أنابيب يمتد منها إلى أوروبا وغيرها من الخطوط، مرجعة ذلك إلى مشكلة تتعلق بالصيانة، وتكثر التساؤلات عن طبيعة أنابيب الغاز وطرق بنائها. نتابع ذلك في التقرير التالي. خط أنابيب الغاز هو عبارة عن خط أنابيب فولاذي ينقل الغاز الطبيعي، ويكون عموماً جزءاً من شبكة بقطر يمكن أن يتراوح من 10 سنتيمترات إلى متر و200 سنتيمتر. تتم حماية أقسام الأنابيب الفولاذية الملحومة من التآكل بغطاء من 3 طبقات وبواسطة نظام الحماية المهبطية أو الكاثودية، حيث يمر تيار كهربائي منخفض عبر الفولاذ. عادة ما توضع خطوط أنابيب الغاز تحت الأرض على عمق متر واحد تقريبا، في المناطق الصحراوية توضع على الأرض، أما تحت المياه فتثبت خطوط أنابيب الغاز مباشرة في قاع البحر باستثناء قرب السواحل، حيث توضع في خنادق لحمايتها من النشاطات البشرية والتيارات البحرية. يضخ الغاز في خط الأنابيب من موقع تخزين أو مباشرة من مواقع معالجة ميدانية، وعندما يتدفق الغاز في صورته الغازية تحت ضغط يتراوح من 6 إلى 230 بارا، يمكن أن تصل سرعته إلى 20 كيلومترا في الساعة. من شأن ذلك أن يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الضغط يتم تعويضه عن طريق محطات ضغط مثبتة عند كل 150 كيلومترا على طول خط أنابيب الغاز.